يعني ما سمعناه البارح واليوم في الصباح شويش خلعنا بانه كاين شي قطار داز قبل القطار اللي نحارف، وكان علينا نحارف على حسب ما سمعنا، على حسب ما قيل في وسائل التواصل. وملي وصلوا للقنيطره علموا المحطه ديال القطار ديال القنيطره، كيقول لهم بانه كاين واحد الطرف ديال السكه كيتزعزع، معناه ماشي ما شابرش مزيان، البونونات ديالو ما مضبوطينش. ولا ربما الرئيس ديال المنطقه ديال المحطه ما عطاش اهتمام، في حين ان يقال لنا، ما كنتش معهم ما نقدرش ناكد لكم، بان مجموعه كبيره ديال الناس كانت كتغوت وكانت في حاله غضب. إذا ثبت هذا لمن يحمل المسؤولية؟ باش غتحمل المسؤولية؟ وإذا ثبت هذا راه كارثة عظمى بالنسبة لنا. ما يمكننا نقولوا كيفية تسيير القطاعات العامة في المغرب. مؤسف، نتمنوا أن هذا الخبر اللي كيروج في مواقع التواصل يكون غير شي تخربقات ديال شي مخلود اللي باغي يزيد يعكر الجو، لأن الآن الجو الاجتماعي في المغرب حتى السياسي معكر مو بشي. وصلنا لواحد المرحلة صعيبة، ولكن إذا أضفنا على ما وقع مؤخرا نلقى أنه فعلا كانوا عن عين بان السكه كانت كتحرك ويصيفطوا فيها منذ يوم الجمعه. واش كتشوفوا بان هذا استهتار بالوحي؟ هذا استهتار بالبلاد، بالملكيه، بالدوله، بالمجتمع، بالمغاربه، بالانسانيه، بالمال العام. هذا استهتار، هادو ناس كيلعبوا بينا بينغ بونغ، كيلعبوا بينا الكره، ولا هادو ناس. اذا ثبت هذا لمن تحمل المسؤوليه الدرجه الاولى؟ طبعا اولا مكتب السكك الحديديه، والحكومه وزير النقل اللي ما كيمكنلوش يراقب المكتب ديال السكك الحديديه، والحكومه اللي ما كيمكنلاش تراقب المسؤولين. دي كارثه. انا كنعرف، شوف، فرنسا واحد المره واحد مصلحه ديال الطب مشات كتجمع الدم في السجون، ونساو ما داروش التحديدات ديال السيده الدم. ماشي غير المسؤول ديال المصلحه ديال الدم، بنك الدم، او المدير او الوزير. الوزير الاول وقعت متابعته، اما الوزير والمدير دخلوا للحبس. كنا متفقين حنا ما بغينا الحبس، نحدد الحق هو هذا، ولكن زعما تنقولوا زعما المسؤوليه راهي خطيره. اذا ثبت ان فعلا دابا كتقولوا لي انتم من نهار الجمعه السكه كتحرك، انا كنعقل ماشي بعيد، كل صباح كيدوزوا عباد الله في السكه وكيزيروا القوالب، واش كتعيطوا لهم، كيزروا البولونات، كيتزروا، كيشوفوا لونتروتيان، كان عادي. دابا لربما باش ما يخدموش الناس، وهذا من السبب ديال البطاله في المغرب، باش يربحوا الفلوس، باش يضطروا يلعبوا بالارواح ديال عباد الله، اولا طردوا النساء والرجال ديال النظافه. كتعرفوا بان القطار المغربي هو القطار اكثر وسخه مسخ ديال العالم، لان هذوك اللي كيخصهم القطار ملي كيدخل من المحطه ديالو كيخصو يتغسل. هذوك الناس ديال النظافه طردوهم باش يربحوا الاجره ديالهم. وده دابا حتى صحابين الصيانه ديال لافوا ديال السكه الحديديه بداو كيطردوهم ولا كيقللوا منهم وما كيعاودوهمش اذا خرجوا للتقاعد، غتكون كارثه. ما عرفت انا شي نهار بداو يصيفطوا الترين بلا سائق يمشي يما بغا. على كل حال